مجلس منظمة الطيران المدني الدولي المعروف اختصارا بإيكاو على البدء في إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران. وبحسب وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي، فإن هذه الموافقة ستمكن الدوحة من إضافة مسارات جوية جديدة خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الإقليم، فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية لمنطقة انتظار الطائرات في الجو. وأضاف الوزير القطري على حساب وزارة المواصلات على تويتر أن إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران سيتيح أيضا زيادة حدود عمليات البحث والإنقاذ وفقا للأبعاد الجديدة للإقليم. معنا هنا في الاستوديو وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف بن أحمد السليطي. مرحبا بك سيد وزير. يا مرحبا يا أهلا. بداية، كيف تم التوصل إلى هذه الخطوة مع المنظمة الدولية إيكاو؟ لا شك أن دولة قطر تقدمت بأوراق أول شيء للجانب لمملكة البحرين بحصول قطر على منطقة البحث والإنقاذ، وكذلك إقليم قطر أو إقليم الدوحة لمعلومات الطيران في 2014. في الواقع ما توصلنا لحل ثنائي يرضي الطرفين، أو بالأحرى يرضي دولة قطر بحصولها على حقها السيادي في هذا الموضوع. فلجأنا إلى منظمة الطيران المدني سنة 2018 وتداول الموضوع سواء بالشق الفني كامل إلى وصلنا إلى قرار ينظم هذه العملية. والحمد لله أصدرت منظمة الطيران المدني قرارها قبل أسبوعين، حتى بالإحداثيات، حتى لا تدع مجالا للشك بين حدود دولة وأخرى في مجال إدارة الطيران. لو تبسط لنا أكثر أن نفهم ما معنى إقليم جديد للطيران، ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني إنشاء هذا الإقليم؟ طبعا لا شك أن إنشاء هذا الإقليم يعود بالفائدة على دولة قطر كثيرا، لأن كما تعلم أن احنا أوكلنا مهمة إقليم الطيران أو إقليم قطر لمعلومات الطيران إلى مملكة البحرين هذه من سنوات سابقة، وعانينا الأمرين في حصولنا على ممرات آمنة، ممرات توصل دولة قطر بجميع الجهات، وكذلك منطقة مناورة سواء للطائرات القطرية، أنا أتكلم عن الطائرات المدنية في مطار حمد على أساس الطاقة الاستيعابية، أو لمنطقة المناورة العسكرية. فالآن حصول دولة قطر على منطقة كاملة من الحدود في منطقة إقليم معلومات الطيران يسهل هذه العملية ويجعل الربط بين دولة قطر وسائر دول العالم أكثر بساطة ومرونة وسهولة. إذن عمليا كيف يمكن أن يعكس ذلك على مستوى مسارات الطيران؟ لا شك أنه بينعكس في 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 حق دولة قطر في حصول على مسارات إضافية. طبعا احنا بنعدل المسارات هذه، وحصلت في الواقع على قطر ثلاث أو أربع مسارات دولية من الآن تربط دولة قطر بالعالم. يعني خلينا نقول لك ان في 2017 لما تسكرت الحدود وقامت مملكة البحرين بإغلاق الحدود الجوية، علما انها تدير FIR قطر او معلومات الطيران، هذا لن يتكرر. حصول قطر نعم على كامل اقليمها لمعلومات الطيران يدار من قبلنا، فهذا موضوع سيادة يعني كبير جدا، حصولك على أرض ومنطقة ترتبط بالممرات الدولية وترتبط بوراء أعالي البحار، هذا شيء كبير جدا يسهل عمل القطرية، يسهل عملنا ويسهل عمل الجميع كذا، وهذا حق سيادي لدولة قطر. طيب نحن على بعد 8 أشهر الآن من المونديال، وبالتأكيد ستكون قطر قبلة لحركة طيران كبيرة جدا، كيف سيؤثر هذا الأمر الآن، هذا الواقع الجديد، على حركة الطيران وأنتم مقبلون على استقبال أعداد كبيرة من الجماهير؟ صحيح، أنت البروسيجر اللي عملناه إحنا على أساس نوصل إلى هذه المرحلة لم توافق هيئة الطيران المدني إلا بعد قياس كفاءة دولة قطر بإدارة أجواءها هذه، وفعلا إحنا نديرها من الآن على ارتفاعات 25 ألف قدم. فالأبروش أو طائرات النازلة من الإمارات أو من أي جهة راح تنزل على ارتفاع أقل، وهو في الواقع اللي نديره الحين، لن تتأثر هذه العمليات، بس دولة قطر ستزيدها كفاءة. تأكد أن احنا عندنا ناس مختصين، أبراج المراقبة هي على أحدث مستويات في العالم،
راعت الأمن والسلامة، وكذلك التدقيق الدولي الذي حصل على دولة قطر أعطاها أرقام تفوق أرقام أي مطار عالمي وأي أجواء في استخدام الأجواء القطرية الآمنة. إذن هذا إنجاز بالنسبة لحركة الملاحة الجوية القطرية. صحيح. ماذا بالنسبة لكم؟ ما الذي سيضيفه إلى ما قمتم به سابقا؟ مثل ما قلت لك راح يضيف مسارات إضافية دولية، راح يكون دفة القيادة أو دفة معلومات الطيران وخروج الطائرات المدنية من وإلى دولة قطر تدار بأيدي قطرية تدار من قطر، وهذه إضافة حقيقية لمنظومة الطيران. قطر مشارك ولاعب أساسي في منظومة الطيران العالمية، وما هذه الحكم أو هذا القرار إلا شهادة من منظمة دولية عريقة باعترافها في دولة قطر في الإدارة وفي الأمن والسلامة. ماذا بعد هذا الحكم؟ التنفيذ. نعم، ما الذي طرحه عليكم أنتم التحدي؟ صراحة كل التحديات مدروسة، وإن شاء الله نتفق مع الدول الشقيقة والصديقة ويكون دخول آمن لجميع الطيارات بما يؤمن السلامة والمرونة في إدارة هذه العملية. ماذا يعني بالنسبة للدوحة كمطار حمد الدولي، أو الدوحة كنقطة تحول أو نقطة اللقاء بين آسيا وأوروبا؟ هذه سيزيد من كفاءة مطار حمد لا شك، ومثل ما قلت لك أنا من قبل الممرات الدولية اللي موجودة في دولة قطر تراعي الانسيابية ودخول أكبر أعداد طائرات ممكنة إلى الأجواء القطرية. شكرا لك سيد جاسم بن سيف بن أحمد السلطي، وزير المواصلات القطري، معنا في السلطة. شكرا لك. شكرا.